تفضل يا عم عبدو، تفضل استريح دقيقتين بعد لك يا شريف. هات ايدك يا مبوسه زعيم. واصلي واصلي. شو في يا ابو عبدو؟ والله يا كبير، يعني بدي خبرك هيك شيء عن جاري ابو حدو بخصك انت بالذات. بدك تخبرني شيء عن جارك ابو حدو بخصني؟ قبل ما تخبرني بدي اسالك ثلاث اسئله، اذا جاوبتني عنهم بصراحه بتخبرني. شو؟ ايه تفضل يا كبير تفضل. اللي بدك تخبرني اياه انت متاكد منه وشايفه بعينك؟ لا والله بصراحه انا سمعته وسمع. اذا يلي بدك تخبرني عنه ما بتعرفه صح ولا غلط، كونك لا شفته ولا متاكد منه. السؤال الثاني، هالشي اللي بدك تخبرني اياه عن ابو حدو شي منيح؟ شو كيف؟ لا والله بالعكس، هو شي مو منيح. معناها هالشي اللي بدك تخبرني اياه عن ابو حدو مانو منيح ومالك متأكد منه صح ولا غلط. لسه في سؤال ثالث، إذا جاوبتني عليه بصراحة ممكن أسمعك. هالشي اللي بدك تحكيه بفيدني بشي؟ لا ما بفيدك بشي. ما زال اللي بدك تخبرني عنه يا أبو عبدو لا له منيح ولا بينفعني ومالك متأكد منه صح ولا غلط. ليش جاي تخبرني بالأرض؟